صورة مفاجئة شهدت مدينة النصرية في محافظة ذي قار تظاهرات في ساحات الاعتصام وتطورت إلى وقوع صدامات بين قوى الأمن والمتظاهرين، وذلك وسط أنباء عن تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين، حيث أغلق المتظاهرون جسر الحضارات وسط المدينة وأشعلوا الإطارات، وهو ما دفع بالقوات الأمنية إلى مواجهتهم. رصاص حي على متظاهرين ساحة الحبوبة، وجرحى في ساحة الحبوبة. شاركوا البيت، شاركوا البيت، شاركوا البيت. اسمع اسمع الرصاص الحي، اسمع اسمع اسمع. للمزيد مشاهدينا ينضم إلينا مراسلنا في ذي قار سلامة السرهيد. سلامة مرحبا بك. يعني قلق وتوتر أمني وسط المدينة وصدامات بين المحتجين وأيضا القوات الأمنية، ضعنا في صورة ما يجري الآن وأيضا الأسباب التي أدت إلى ذلك. نعم، تحية طيبة لكم وللمشاهدين الكرام. ما حدث بمدينة الناصرية مثل ما تفضلتم في بداية النشرة هو بشكل مفاجئ، قيام بعض المحتجين بغلق أحد الطرق الرئيسية بمدينة الناصرية وما يسمى بشارع النيل. طبعا قاموا بقطع الطريق بواسطة الإطارات المحترقة، بالتالي أدى إلى تواجد القوات الأمنية لتفريق هؤلاء المتظاهرين. طبعا حدث هنالك تصادم ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وبالتالي القوات الأمنية فتحت النار على المتظاهرين مما أدى إلى إصابة أحد المحتجين. طبعا بعد إصابة أحد المحتجين تطور الأمر إلى توجه المتظاهرين والمحتجون سوية إلى ساحة الحبوب وهي معقل المتظاهرين في مدينة الناصرية، ومن ثم القيام بإغلاق جسر الحضارات وسط المدينة وكذلك الانتشار داخل ساحة الحبوب. الآن أيضا التطورات هي إغلاق تقاطع البهو في وسط المدينة وإغلاق طبعا الطرق القريبة من ساحة الحبوب، وحدوث لحد هذه اللحظة حدوث تصادمات وكر وفر مع المتظاهرين والمحتجين بالقرب من ساحة الحبوب وتقاطع البهو وجسر الحضارات من قبل قوات الشغب والقوات الأمنية التي تحاول فض المتظاهرين وتفريقهم من خلال التصدي لهم. هنالك طبعا شد وجذب بين المتظاهرين والقوات الأمنية وصدام بالحجارة ومن غيرها نعم السلام، هل تسمعني؟ سلام، هل تسمعني الآن؟ طبعا من تطور الناس. سلام، هل تسمعني؟ نعم تفضل سلامة. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا في ذي قار سلامة السرهيد، شكرا جزيلا لك.